الشيء محمد عبد الحفيظ المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك للجهات والذهاب للقويره. المهم كنتشرفوا اليوم وفي ظل هذه الاحتفالات بعيد العرش المجيد بتدشين المقر الجديد للمديريه. هذا المقر هذا اللي تقام بواحد المبلغ يناهز 14 مليون ديال الدرهم ما بين الاشغال وما بين الدراسات. هذا المشروع كيهدف اولا لتحسين ظروف عمل الموظفين ديال التجهيز، ثانيا حتى تحسين ولوج المواطنين للخدمات اللي كتعطيها التجهيز، وبالاضافه الى ذلك فهو كيلبي هاد الاختصاصات اللي عند الوزاره. كما تعرفوا فبالنسبه للمديريه راه كتدخل في قطاعات الطرق، قطاعات الموانئ، وقطاعات النقل الطرقي، كذلك كتلبي هاد الاختصاصات كلهم بالنسبه اللي غادي يجيو من هنا للجهويه، لاقاش غيتزادوا الاختصاصات عند مديريه التجهيز. وهذا المقر هذا راه كيستوفي جميع احدث زعما الاساليب والطرق زعما ديال البناء.